السلامة، مرحبا بكم. أنا سفيان بن فرحات، مرحبا بكم في حلقة جديدة للتلفزيون مع سفيان بن فرحات في قناتنا الجديدة تونيزيا تشانل. قبل كل شيء نقول لكم ماذا بكم تشاركوا معنا في هذه القناة، توليو أبوني، خاطر قد ما توليو أبوني أكثر قد ما الكلمة الحرة تلقى متسع ومساندة. اليوم عديد الناس قالوا لي وينك سفيان في المشهد الآن فيما يخص الانتخابات. الحق أنا في المدة الأخيرة كان عندي اهتمامات فكرية وفنية وأدبية وغيره، لكن هذا ما ينفيش نقوم بالعمل متاعي دائما بصفتي صحفي. ونوعدكم ابتداء من الحملة الانتخابية إن شاء الله الرئاسية السابقة لوانها اللي تبدأ الحملة الانتخابية من نهار 2 إلى نهار 13 سبتمبر، نعطيكم فيديو كل يوم ونعطيكم بورتريه نتاع المترشحين الكل. لكن خلينا نحكيو اليوم على الفيديو هذا، حبيت نسميه في البرنامج هذايا ريتروفيزور انتخابات رئاسية أما وإلا لو كلون دي سيسيليان. ساق قبل شيء يلزم نقلوا بحاجة، احنا في اخر مطاف كان ناخذوها من وجهه نظر السيروره التاريخيه والدلالات، ماهيش باش تكون عندنا انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها ثم على دولتين على ما يبدو ثم انتخابات تشريعيه. يعني يظهر لي باش تكون عندنا انتخابات رئاسيه في ثلاثه دولات. معناها اون اليكسيون بريزيدونسيال ثلاث تور. علاش؟ على خاطر ثم ان افي دونترينمون اللي باش يصير طبقا للانتخابات الرئاسيه، معناها هو تاثير نجم تقول جارف ينجم يكون، وهذا موجود في عديد البلدان وهذه قاعده من قواعد حتى العلوم السياسيه. نتساءل هل هي انتخابات رئاسيه والا حرب لو كلون دي سيسيليان. نتذكر انا كنت صغير كان ثم فيلم كلت الناس اللي من جيلي انا يعرفوه نتاع اونري فيرنوي اسمه لو كلون دي سيسيليان. الفيلم هذا مثلوا فيه ممثلين كبار كما ألان دولون، جان جابان، لينو فانتورا. واليوم على ما يبدو دخلنا في الأجواء هذه، الأجواء مشحونة ياسر. أنا قلت منذ مدة اللي ضرب في الانتخابات الجاية باش يكون كبير باش يكون تحت السنتورة. أنا نقول ربي يستر، اللي شفناه لحد الآن باقي شوية، الأيامات الجاية ربي يستر شنو باش يقع. يعني يمكن الناس باش يوصلوا الخصوم مع بعضهم ولا مع بعض الناس الآخرين حتى للتصفيات الجسدية. هذا استقرار بيرسول ماهوش معلومة. الوضع في البلاد في نفس الوقت خلينا نقول احنا تو معناش رئيس جمهورية، معناش رئيس حكومة، معناش رئيس مجلس نواب، اللي عن الكل هما انتريمير مؤقتين. وفي نفس الوقت معناش ماء، معناش ضوء، البوسطة مسكرة، الناس الكبار اللي يستناو في الجرايد نتاعهم قعدوا اسبوع كامل، اسبوع كامل هما يستناو ولا مسؤول الدخل. وفي نفس الوقت كذلك الأمطار أتلفت كميات كبيرة من الحبوب وخاصة من القمح متاعنا اللي للأسف الشديد ما عرفناش نحافظوا عليه. القمح المستورد في السيلونات والقمح متاعنا في الزيجوات كما قالوا البعض. ونتذكر المقولة الشهيرة اللي تقول ناري ناع القمح الباجي في مخزنكم يا رومان، أنا زيد نقول ناري ناع على قمح فريقة تبدد في عهد الغربان. اليوم بكل صراحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ما عجبش، وشفنا احنا الايامات اللي كانوا الناس باش يحدوا فيها شكون باش يختاروه في الانتخابات اللي هي ايامات العيد، جات فيها كذلك الازمة نتاع الماء ونتاع الضوء في عديد المناطق. وهذا كان مش لصالح الحكومة ولصالح الحكام ولصالح الطبقة السياسية برمتها اللي في السلطه واللي مش في السلطه. الناس كل بالنسبه لهم كلهم يسميهم حاكم، اكيد جدا اللي ساقوا في الركاب وفي يده الدمان والصولجان يتحمل المسؤوليه اكثر من غيره. اليوم كذلك نهار الجمعه اللي فات تم ايقاف نبيل القروي، وايقاف نبيل القروي اللي هو خذا ابعاد كبيره جدا، وتوا خمسه ولا سته ايام نحكيو كلام مثل هذه. إيقاف نبيل القروي وتفاعلت معه كذلك عديد الأطراف داخليا وخارجيا. بالنسبة للحكومة لا، ما ثم حتى شكون، ما ثم حتى مسؤول حكومي مسؤول على هذا، والقضاء مستقل. بالنسبة للأطراف الأخرى لا، مسألة عندها أبعاد وهذه تصفية حسابات خصوم سياسية، دوتون بلو اللي نبيل القروي هو في استطلاعات الرأي
باقي لحد الآن هو الأول متقدم على الفرقاء الآخرين. عندنا لحد الآن تقريبا 30 مترشح للانتخابات الرئاسية، العدد الأخير باش يتحدد نهار 31 أوز تحدو اللي يجي، لكن هذا اللي صاير. وشفنا أنا أنه معناها كي تجي تشوف يعني جمعية القضاة طرحت المسألة مش نظرة مبدئية، القاضية كلثوم كانوا قالت لا لتوثيق القضاء لضرب الخصوم السياسيين، قرر المسألة على القضاء إدراج التعاطي مع الملفات التي تم تهم الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي، كما قدر تعهد ولا تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث مع استعجال النظر في خصوص القضايا التي أثرت تحفظات الرأي العام دون أن يحدد بالاسم هذه القضايا. نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدة التدخل تتهم إطارات في الدولة بالضلوع في التحالفات السياسية للتأثير على نتائج الانتخابات، والبيان هذا خرج نهار 26 أوت 2019. ثم كذلك معناها أطراف أخرى طرحت تساؤلات من نوع يعني هل أنه هدايا داخل في إطار تصويت حسابات سياسية، وخاصة ظهر هذا في الإعلام العالمي وين شفنا من عديد وسائل الإعلام الدولية تحكي عن المسألة وحاطين صورة نبيل الخلوي وقالوا معناها مرشح بارز ومعارض والبعض سماه حتى سجين سياسي يحبوا يصفيوه. أطراف أخرى كما بزنس نيوز خرجت قالت هشام فوراتي وسيرفيس يوسف شاهد اتهمت أن وزير الداخلية يخدم في يوسف الشاهد ضد الخصم نتاعو نبيل القروي. نبيل القروي اليوم بدأ حملة نهار 27 أوت في الليل، حملة الحبس ما يوقفناش وموعدنا نهار 15 سبتمبر. نحب نرجع أنا للحادثة عشتها مع زميلي وابني وأخي حسن الهمالي يخدم معايا مرة في إذاعة عام 2015 وقت بداوا جماعة النداء يفشخوا في بعضهم في الحمامات آنذاك بالهروات وضرب وعرك ومعروك وجرح ومشاكل كبيرة. قلت له إن هذايا راهو بدينا ندخل في مرحلة اسمها الرأسمالية المافيوزية الكابيتاليزم مافيو، وذكرت له كتاب الكتاب نتاع جون زيغلير، هو الكتاب هذايا جون زيغلير اللي هو كاتب ومفكر وببليسيست معناها سويسري مشهور جدا يعرفوه الناس اللي يتابعوا الشأن الدولي والعلاقات الدولية، وأديب هو في نفس الوقت. كتب كتاب اسمه لي سينيور دو كريم لي نوفيل مافيا كونتر لا ديموكراسي، يعني هذوما أباطرة الإجرام وكيفاش المافيات الجديدة هي ضد الديمقراطية. اليوم في تونس عندنا مافيات سياسية موجودة، ولا أدل على ذلك عديد المترشحين الموجودين على السياسة وعديد على الدكاكين اللي تدعي أنها سياسية لكنها تخدم في أجندات المافيا. جون زيغلير في الكتاب هذا يقول حاجة تشبه اللي قال معناها إيمانويل كانت. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني في أحد الكتب متاعه يقول l'État est un ensemble ولا une communauté de volonté impure régie par une règle commune، يعني الدولة هي مجموعة من الإرادات المدنسة تحت قاعدة عامة تجمعهم الكلهم. يقول جون زيغلير في الكتاب هذا في الصفحة 21 يقول هاو الرأسمالية هذه المفيوزية باش تميز، ويركز على بلدان كما إيطاليا وروسيا وغيره، كتاب خرج عام 98. يقول أولا قبل كل شيء رأسمالية متوحشة، لأنهم المافيات هذه ثم رأسمالية متوحشة كما نجدوها الآن في تونس. ثانيا يقول عسكرة الأمور، تولي ثم ميليشيات، تولي ثم عصابات، تولي ثم كذلك عصابات متمكنة بجهات وببعض المناطق وحتى كذلك بعض أجهزة الدولة. ويقول ثالث حاجة معناها السنديكا ولو كارتيل دو كريم، يعني عصابات هذية ترتكز على العلاقات نتاع الكرون معناها العشيرة والقبيلة ولا كذلك الأسنية والجهويات. ويجبد مثال على أحسن مثال بالنسبة لي لهذا هو إيطاليا. إيطاليا اللي معناها تلقى فيها عديد العصابات، تلقى الكوزا ناسترا مثال اللي موجودة في صقلية عندها تقريبا 180 كلون وتجمع آنذاك 5500 شخص مسلحين منهم 3500 مسلحين. الكامورا اللي تلقاها في منطقة لاكومباني والمنطقة الفلاحية والصناعية اللي هي وراء مدينة نابل يقول فيها 7000 عنصر في 145 كلون وكذلك عندهم جماعة مسلحين.
الفاكرة كورونا يونيتا اللي فيها 1000 واحد تقريبا قاها في ليبوي، المنطقة ذيك القدم نتاع إيطاليا، خاطر إيطاليا يسموها لابوت إيطاليان، واجهت كالابريا تلقى فيها درانجيتا، وهذوما عندهم تداخل كبير كذلك مع السياسة. احنا دخلنا في مرحلة كما هذه، خلينا نقوله بكل صراحة، وأنه اليوم معناها تصفية الحسابات ولات قاعدة موجودة في تونس، وتصفية الحسابات بطرق نلجؤولها إلى وسائل قضائية ولا أمنية ولا غيره، ثم دو فور سوبسون، ثم معناها نشتم رائحة، معناها ساسون لو سفر كما نقولوا، نشموا في ريحة البخارة، والبخارة تدل على الشيطان. يعني بكل صراحة، اتحاد عام تونس الشغل خذ موقف المسألة، الهيئة الوطنية للمحامين خذت موقف المسألة، اتحاد المرأة التونسية خذت موقف في المسألة، قلنا المسألة أعلى القضاء كذلك طلب استحساس أو استعجال البحث في المسألة. قاضية كما كلثوم كانوا تقول ما نحبوش نوظفوا القضاء لمسائل كما هكا. عديد الأطراف بكل صراحة تطرح تساؤلات كبيرة ومشروعة ومطروحة كذلك في وسائل الإعلام الدولية والمحلية. اليوم لو موند تكتب علينا، ليبراسيون كذلك خرجت مقالات حول المسألة هذه، لو بوان، نيويورك تايمز، دي ديبيش نتاع لافتي وغيره طرحوا المسائل هذه، وجماعة نبيل القروي يحبوا يدولوا القضية. اليوم أكيد جدا في البلاتوات أغلبها تحكي على توقيف نبيل القروي وغازي القروي، وسهام النقد موجهة ليوسف الشاهد بالأساس وجماعته، ويظهر لي كذلك وأنه على مستوى اللي حضر المسألة هذه ما نعرفش شكون حضرها ولا كيفاش تخدمت، أن توكا كما يقولوا الفرنسوية سي ان دوسي مال فيسلي، معناها مش مقرط مليح الدوسي، وما ثمش اقتناع لدى الرأي العام. هو ديجا القضاء في القاضي خاصة الجزائي بيان سور الجنائي، ثم ما يسمى اقتناع وجدان القاضي، لانتيم كونفيكسيون دو جوج، كذلك لدى الرأي العام ثم مسألة الاقتناع بالمسائل، ملائمة التتبع، علاش قضية من عام 2016 ما يتوقف كان توا وقت اللي هو الأول فافوري دون لي سونداج، علاش ما توقفش قبل؟ هو سي با لونفون دو كور، قاعد يخدم في عمل الشعب ويغيره، فقت به كان توا وعلاش كان توا؟ واليوم الغريب وانه بعد التوقيف نتاعه ولا كيما الباتاتشود، ما عرفوش كان يسيبوه يمكن يتعدى من الدور الاول، كان ما يسيبوهش الراجل مازال ما ترشحوا لي زي قالت لك ما عنديش حكم نهائي بيت قبل 31 اوت، هذايا الناس الكل نعتبرهم مترشحين، وحتى لي سونداج دو بينيون استطلاعات الراي المحليه والدوليه والناس الكل يعملوا فيها، انا توصلني كل يوم 7 8 10 مع تحفظات العديد منهم، لكن ناخذوا بعين الاعتبار كذلك يتسموا مؤشرات في السودانديش كما يقولوا في اللغه القانونيه، وتعمل بها تقاطعات تقرا بها القانون باقي هو الاول. هذا ايش يقولوه الالمان، ايش يقولوه السويس، ايش يقولوه سفارات اجنبيه قاعده تعمل كذلك في حاجات كيما هكا، معناها استطلاعات راي، ايش يقولوه كذلك في تونس، تو ما يتنشروش لي سونداج دوبينيون لكن قاعدين يعملوا كل يوم، يعملوا 3 4، يعني يوصلني منهم كل يوم 2 3 فاسيلمون، معناها يوصلوني استطلاعات راي. اليوم شنو عاتيه؟ عاتيه في الصداره ولم تلقى نبيل القروي، وبعد تلقى بيان سور عبير موسي، تلقى عبد الفتاح مولو، تلقى زبيدي، وبعد تلقى يوسف الشاهد وجماعة آخرين. يوسف الشاهد توا ما دخلش في 3 ولا 4 ولا 5 حتى الأولانيين، تلقاه 6 7 وغيره، نبيل القروي ديما طالع القدام، لو والله نهارين ثم سونداج آخر خرج زاد طلع نبيل القروي وزاد وخر يوسف الشاهد، تقريبا طلع ب 0.9%، نبيل القروي وخر بتقريبا 1% أو أقل بشوية يوسف الشاهد. بيان سور المواطن لحد الان ضايع مش فاهم، انه سي با اكاسان سوفوي كما نقولوا، لحد الان مش فاهم المثل، خاصه المعركه ولات فيها الشتم ولا فيها شراء ذمم بعض العباد للسبان، ولاو معناها فضايح مطروحه يمسوا في الحياه الشخصيه نتاع الافراد، تهديدات كذلك بتوقيفات اخرى، حتى انه احد المرشحين قال لي اليوم انه محضر روحه لامكانيه انه يوقفوه، وحظر روحه في الداخل وفي الخارج لوسائل الدفاع نتاعو، وفي نفس الوقت الترغيب والترهيب، بعض الاطراف تهدد بالايقاف لكن في نفس الوقت تقول اذا نتفقوا مع بعضنا وانتم باش تجيبوا طون اي طون مقاعد، واذا نتحالفوا مع بعضنا وفلان يشد رئيس وانت تشد رئيس حكومه، رئيس جمهوريه والاخر يشد رئيس حكومه، يعني دخلنا في وضع نتاع بسيكوز، وضع كذلك نتاع سكيزوفرينيا عامه، وضع نتاع عنف، وضع كذلك نتاع كذب وافتراء وافتراء متبادل، وميليشيات فيسبوكية تخدم لهذا وذاك.
العديد الناس يوقفوني يقولوا لي يا سي سفيان بالله وين شكون ننتخبه؟ انا مش دولي باش نقول لك شكون تنتخب، انت كمواطن اللي بتعرف شكون تنتخب. اما انا نقول لك نجم نعاونك باش نقول لك شكون ما تنتخبش. ما تنتخبش اللي ادى للوضع اللي عايشينه اليوم، اللي ادى الى ان الدينار تدحرج بهذه الطريقه، الى ان التدين الخارجي يوصل لدرجه ما وصلناهاش كما قبل، الى ان الاستفقار خاصه نتاع الطبقه الوسطى والكادحين يوصل لدرجات رهيبه، الى ان الماء يقطع التوانسه الكل والناس تقطع في الطرقات باش يعبروا على الغضب نتاعهم، وكما صار في نهارين في غرومبيليا وصار في بلاد اخرى يولي حتى عنف حتى مع اعوان الامن المنفذين المكلفين بانفاذ الامن والحرس الوطني وغيره، يولي عنف معناها ويضرب بالحجر ويجرحوا امنيين وامنيين يلجؤوا للاكريموجين باش يصدوا معناها الناس اللي ولات في حاله غضب رهيب، وشفنا كره بضربه كل مره، شفنا معناها هذايا الناس اللي يردوا كيلو لحم ب 30 دينار، الناس اللي 50 دينار ما عادش عندها حتى قيمه، الناس اللي خليت انه في بعض المدن الان انا حاوزت في الوطن قبلي هنهارين وفي عديد المناطق الاخرى دبوزه ما ب 3000 3500 والجازوزه كيف كيف ب 3000 فرنك، معناها وين الاليات نتاع تعديل السوق ما عادش موجوده، كيما قلنا القمح نتاعنا اللي قاعد يتبدد والدوله ما على بالهاش، الماء اللي قاعد يتقص، الضوء اللي قاعد يتقص، نقول للناس ما تنتخبوش الناس هذو، ما تنتخبوش الناس اللي اداوا الى هذا الوضع، مع تحديد المسؤوليات، ثم ناس متقيه روسها توا الان وعامله لو دوغون وما تحبش تظهر في المشهد، لكن كذلك المواطن التونسي ما يلزمش يقول اشكون ننتخب، لازم تكون انت على قناعه وتعرف شكون ما يلزمش تنتخب، لانه احنا دوتون بلو الانتخابات نتاعنا على ما يبدو باش تكون ديما ادوتور في الرئاسيه، كيما الفرنسيس في الدور الاول اون اليمين، في الدور الثاني اون شوازي، في الاول نصفي وفي الثاني نختاروا. اختار اللي حياتك انت وحياه الوطن ومستقبلك ومستقبل اولادك. انا ما عندي حتى حزب، حزبي الوحيد هو تونس، ما ننتمي لحتى حد وما عندي حتى حد نميل له في اللي موجودين هذا من الكل. تقول لي انا مواطن، اكيد جدا انا مواطن ننتخب كذلك نقوم بواجبي الانتخابي، لكن اللي نرى فيهم ما يملوش العين بالنسبه لي، اغلبهم على الاقل، ثم البعض يعني على 30 مترشح ثم ثلاثه ولا اربعه ثم امكانيه ينجموا يطلعوا بمهمه رئيس جمهوريه وكذلك رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. نحب نقول للتوانسة يلزم تكونوا فايقين، ما يلزمش تتعدى عليكم تنطلي عليكم، الناس الكل توا يقدموا في رياحهم كما سانت نيتوش كما نقولوا ليس بالامكان افضل بالمكان، وانا المزيان وانا الحلو وانا الباهي ومعناها توتي بور ميو دون مايور دي مون بوسيبل كما نقول بانجلوس، لا يلزم تكشفوا انتم الحقائق وما تكونوش العوبه للمواطنين التوانسه. وبيان سور الدور الاعلامي ليس هو انه ينحاز الى طرف ضد طرف او الى طرف مع طرف اخر، احنا ما نحازوا كان لوطننا ضد الارهاب ضد التطرف ضد المس بالمصالح العليا نتاع تونس، اكيد جدا في هذا ما نجمش نكون ناتر، انا منخرط وانا انجازي معناها كيما الضمائر الحيه كل، لكن ما تجيش انت بالوكاله تقول بربي شكون ننتخب، يلزمك انت بينك وبين نفسك اون فوتخا مي كونسيونس تكون عندك رؤيه وعندك بيلان وعندك كذلك تقييم للاشخاص وتبعد على البهرج وعلى السلوغونات. اليوم الناس كل موجوده في الفيسبوك وتتعارك، والفيسبوك ولات بطحه والناس كل تضرب في بعضها وكل واحد شد تشوشة الاخر، مش قاعد نشوف في الميتينغات، مش قاعد نشوف في الاتصال المباشر، مش قاعد نشوف في الناس عندها برامج، وين صراع البرامج؟ قليل معناها من المترشحين اللي قاعدين يقدموا في برامج وفي رؤى سياسيه وفكريه وسياقات عامه تهم الاقتصاد وتهم كذلك المجتمع وتهم السياسه والسياسه الخارجيه وكذلك الثقافه وغيره، ثقافه ما يحكي عليها حتى حد بيان سور، هذا هو الاساس. انا هذه كلمه مقتضبه حبيت نقدم فيها بعض المسائل في انتظار واني نوعدكم ابتداء من نهار 2 سبتمبر 2019 ان شاء الله نعطيك نتابعوا مع بعضنا الحمله الانتخابيه ونعطيكم بورتري نتاع المترشحين الكل ونقول لكم ساندونا واعملوا ابونمون معنا وان شاء الله تونس تنتصر دائما كما قال ابو القاسم الشابي في تونس الجميله يقول ان ذا عصر ظلمه غير اني من وراء الصباح شمت صباحا ضيع الدهر مجد شعبي ولكن سترد الحياة يوما وشاحة. إلى اللقاء.